إلى ذلك حذر أمين عام منظمة العفو الدولية كومي نايدو من أن أي تدخل عسكري أمريكي ردا على الهجوم ضد منشآت النفط السعودية الذي تتهم إيران بشنه لا يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة بالشرق الأوسط. ورأى نايدو أن أعلى العالم بدلا من ذلك مضاعفة الجهود لإنهاء العنف المدمر في اليمن، محذرا من أن النتائج مشابهة لغزو العراق عام 2003 الذي خلق كارثة ليس في العراق فقط وإنما شمل دول المجاورة لها.